مساء الخير مشاهدينا مشاهدي سكاي نيوز عربيه مشاهدي بصراحه اهلا بكم معنا الى هذه الحلقه الجديده من بصراحه ارحب بكم وارحب بضيفي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين ديمرتاج اهلا وسهلا بك معنا اهلا بك واشكرك شكرا جزيلا على استضافتي على شاشتكم شاشه قناه سكاي نيوز عربيه طبعا صلاح الدين ديمرتاش هو سياسي تركي من اهم معارضي رئيس تركيا الحالي رجب طيب اردوغان يعارضه في التوجه والنهج يرفع شعار السلم والديمقراطيه والاشتراكيه ديميرتاش يقول ان اردوغان ديكتاتور وان حكمه عقائدي ينشر الكره في المجتمع لحد الحرب الاهليه زمرتاش المحامي الشاب البالغ من العمر 42 عاماً نجح في توسيع حزب الشعوب الديمقراطي وقاعدته تحديداً إلى أبعد من القضية الكردية، وقال إنه يدافع عن حقوق النساء كل النساء وعن كل الأقليات. لمع النجم ديميرتاش عندما نجح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هذا في الانتخابات الأخيرة طبعا قبل إعادتها واستطاع هذا الحزب أن يدخل البرلمان ويكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية على البرلمان التي استمرت لأكثر من 13 عاما يومها قال دمرتاش لأردوغان نحن حزب الشعوب الديمقراطي سنجعل الاسد الذي يزأر داخلك سنجعله مجرد قطه صغيره. اردوغان رن رد عليه وشن هجوما حمله شرسه بالفعل ووصفه بانه مجرد فتى، فتى جذاب ولكنه بالنتيجه واجهه لحزب العمال الكردستاني المحظور. اهلا بكم نحن اليوم في فرانكفورت وهذا ضيفنا ديمرتاش. اليوم تركيا في وضع صعب امامها اتهامات جديه بالتعامل مع الارهاب لديها عداوات خطيره مع عدد من الدول الاقليميه والدوليه انت كمعارض تركي تقول ان السبب هو طريقه قياده رجب طيب اردوغان لتركيا لماذا تحمله المسؤوليه وما هو البديل او ما هو الخط البديل الذي تطرحه Evet biz aslında Türkiye e, potansiyeli itibariyle نعم نحن نعلم ان تركيا دوله قويه في المنطقه وعلى الرغم من انها قادره من خلال ادواتها الذاتيه ان تكون راعيه وقائده للسلام في المنطقه فانها مع الاسف لم تستخدم قدراتها بشكل صحيح لهذا الهدف وذلك بسبب سياستها الخارجيه الخاطئه وحكم حزب العداله والتنميه وسياسات السيد اردوغان الخاصه سواء في السياسه الداخليه او الخارجيه ونحن على الدوام انتقدنا تلك السياسات وقلنا انها خاطئه تركيا كان بامكانها ان تؤسس لديمقراطيه قويه متعدده الاعراق والطوائف واللغات لكن تركيا ما زالت تحكم حتى الان بدستور وضعه الانقلابيون العسكر في ثمانينيات القرن الماضي ودوله يتم حكمها بدستور انقلابي لا يمكن ان تتجلى فيها الديمقراطيه لذا طالبنا مرارا بتحقيق السلام داخليا وتغيير الدستور لكن هذا لم يحدث مع الاسف كما ان الحكومه تفوتت فرصه تحسين العلاقات مع العالم الخارجي والاتحاد الاوروبي لان حزب العداله والتنميه الحاكم اتبع سياسه طائفيه في الداخل وحتى في سوريا تم دعم مجموعات معينه من طائفه واحده وبدلا من ان تكون تركيا نموذجا لسوريا وتعمل من اجل امنها حدث العكس وبدا كثير من السوريين يرون في تركيا عنصر تهديد لهم وقوافل الدعم والمساعدات التي كانت تذهب من تركيا الى سوريا كانت تصل الى جماعات ذات ارتباط بتنظيم القاعده كاحرار الشام والنصره ومن بعد ذلك داعش وكل هذه السياسات الخاطئه ادت الى زياده قوه هذه التنظيمات في سوريا وعليه فانه بدلا من ان تنمي تركيا علاقات الاخوه والصداقه مع جيرانها بدات تسعى لفرض هيمنتها على دول الجوار ومن خلال التدخل في شؤونها الداخليه وهذا طبعا ادى الى رد فعل وانزعاج من قبل الجيران ايضا فان هذه الحكومه لم تستطع ان تقرا بشكل صحيح ما حدث في الربيع العربي ومطالب الشارع العربي بشكل صحيح فاعتبرت بعض الثورات العربيه تهديدا لتركيا واعتبرت ثورات اخرى فرصه لها اما نحن فنقول بان من حق جميع الشعوب المطالبه بالحريه والديمقراطيه ولكل شعب ان يختار مصيره والشكل الذي يحكم به دون ان يتدخل احد من الخارج في ذلك ومحاوله تركيا التدخل في تلك الثورات امر غير مشروع ولا يمكننا ان ندعمه وعليه فان تركيا التي فشلت في تقويه الديمقراطيه على ارضها فشلت في مد جسور الصداقة مع جيرانها لأنها انتهجت سياسة مذهبية وحاولت التدخل في شؤونهم الداخلية وهذا ما نرفضه نحن في حزبنا وانتقدناه على الدوام فيما قلت قلت أن معظم المساعدات التي كانت من تركيا لسوريا أو للشعب السوري ذهبت لمنظمات مقربة من القاعدة جبهة النصرة أو داعش. طبعا هذا اتهام اليوم تواجهه تركيا. اتهام رسمي دولي خطير. أردوغان يقول هذا اتهام افتراء. يعني كاذب مئة بالمئة. وأن تركيا بالعكس. تحارب داعش أنها منعت الكثير من المقاتلين أنها اعتقلت الكثيرين وأنها حتى لا تتعامل بقصص النفط وتهريب النفط الذي اتهمته روسيا اتهمت تركيا بهذه التجاره الغير شرعيه بالنفط مع داعش هل لديكم سيد مرتاش معطيات اوراق اتهامات واضحه اساس لهذه الاتهامات لان اردوغان هذا ما يقوله ارونا اوراقكم حتى نقبل بهذه الاتهامات اصلا تركيا هناك تحقيق تم فتحه في قضيه ارسال المساعدات الى سوريا تم ايقاف عدد من الشاحنات التي قيل انها تحمل الدواء وتبين انها تحمل السلاح وتبين ان المخابرات تنقل ذلك السلاح الى سوريا وقالت الحكومه حينها ان الامر يعتبر سر دوله وجميع المحققين والقضاء الذين عملوا على ذلك التحقيق تم عزلهم وسجنهم كذلك الضباط والجنرالات من الجيش الذين اوقفوا تلك الشاحنات هم اليوم في السجن وحتى الصحفيون الذين كتبوا وكشفوا هذه الواقعه تم ادخالهم السجن بالطبع نحن لسنا ضد تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري ممن هو فعلاً بحاجة إلى العون والمساعدة، بل لابد من دعم الذين يقفون في وجه تنظيم بربري مثل داعش في سوريا، هذه قد تكون مساعدات إنسانية بل وحتى يمكن تقديم السلاح لهم، وهذا أمر لا نعترض عليه، لكن لو كانت الحكومة تدعم فعلاً تلك الجماعات المحتاجة والتي تقاتل داعش، فلماذا تفعل ذلك سراً وتتستر عليه؟ ولماذا تسجن كل من يكشف هذا الدعم؟ وعليه فانه لو كان ذلك السلاح ذاهبا حقا لمن يقاتلون ارهاب داعش لما كان على حكومه العداله والتنميه ان تخشى شيئا او تتستر على الامر، لكن طالما ان الحكومه اصابها الفزع من كشف امر تلك المساعدات وبدات تسجن وتسكت جميع من له علاقه بهذا الامر فان الامر لا يبدو كذلك نعم قد يقول البعض انه لا يوجد لدينا مستندات او ادله دامغه على دعم الحكومه لداعش لكن كل هذه السياسات تؤكد لنا ان الحكومه على الاقل لم تحرك ساكنا ضد داعش ولم تعترض طريقه عدم حمايه الحدود مع سوريا وتركها مفتوحه وتصريحات الحكومه بشان داعش كل ذلك يوضح حقيقه تلك السياسه المتواطئه مع التنظيم في النهايه نحن سياسيون ولسنا قضاه ولا يمكننا ان نعمل مثل المحققين ونجمع ادله لكن الحكومه تمنع المحققين من اداء عملهم وتسجنهم لانهم كشفوا امرها وهذا يمنع ظهور الادله والوثائق كامله نحن في النهايه كسياسيين نقول ان الحكومه لم تحارب داعش ولم تعترض طريقه وانها من خلال ذلك قدمت الدعم له مباشره او بطرق غير مباشره ايضا يجب ان ننتبه الى ان جميع هؤلاء المقاتلين جاءوا اولا الى تركيا وفي تركيا تم تنظيمهم وتوزيعهم وارسالهم الى سوريا ولهم في تركيا خلايا وبيوت امنه ومقرات بل لهم حتى شبكات اخباريه واعلاميه وكل ذلك كان يتم علنا وليس في السر والكل كان يرى ذلك وعلى مدى سنوات لكن الحكومه لم تحرك ساكنا تجاه ما يحدث على ارضها منذ شهرين فقط بدات الحكومه في اعتقال وملاحقه بعض عناصر داعش وهذا كان بضغط من المجتمع الدولي ونحن نؤكد ان على تركيا ان تحارب داعش بقوه وبصدق لان داعش لا يهدد تركيا وحدها بل يهدد الاسلام وصوره الاسلام لأن ارتكاب كل هذه الجرائم باسم الإسلام أمر لا يمكن قبوله، وعليه فإن محاربة داعش أمر يخدم الإسلام بل واجب على المسلمين، ولا يمكن أن نقبل أن يكون داعش متحدثاً باسم الإسلام أو باسم أبناء منطقتنا، وبقاء داعش في منطقتنا يخدم فقط القوى العظمى ويضر بمصالح دولنا، لكننا ما زلنا بعيدين عن القول بأن تركيا بدأت تحارب داعش بقوة وصدق أريد أن أفهم منك بوضوح أكثر تعامل الحكومة التركية مع داعش كان برأيك غض نظر أم تعاون مقصود eleştirimiz var. يعني كلا الامرين صحيح، احيانا كان هناك غض الطرف عن تسلل عناصر داعش عبر الحدود من والى سوريا ونقل الدعم اللوجستي لهم، ولكن احيانا كان يتم نقل المساعدات للتنظيمات الارهابيه في سوريا تحت ذريعه دعم الجيش السوري الحر. اليوم تركيا تطالب بمنطقه امنه. تسميها منطقه خاليه من الارهاب. والتصور الذي نفهمه بأنها تريد أن تجمع فيها السوريين المحتاجين للجوء حسب ما يقولون ويقول الرئيس أردوغان بأنه يريد أن تكون مباني ولكنها يجب أن تكون خالية من الإرهاب كل الإرهاب داعش والإرهاب الكردي حماية الشعب والبي كي والبي دي ما هو موقفكم؟

لكن هل ما تريده حكومتنا في هذا الاطار هو من اجل الشعب السوري حقا انا لست متاكدا من ذلك فسياسه اردوغان قائمه على خصومه الاكراد فاذا كان الرئيس اردوغان يريد تامين منطقه امنه وخاليه من ارهاب داعش فان كردستان الغربيه اي المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في شمال سوريا امنه وخاليه من داعش قوات حمايه الشعب الكردي ليست ارهابيه وانما قوات شعبيه تم تشكيلها من اجل قتال داعش والإرهاب. وعليه فإنه لو كان أردوغان صادقاً في حديثه عن منطقة آمنة، لكان عليه أن يحترم المنطقة الآمنة التي شكلها الأكراد في شمال سوريا أولاً. لكنكم تلاحظون بأنه يهاجم دائما قيام تلك المناطق الآمنة، كما أن داعش ما زال حتى الآن على حدود تركيا في منطقة جرابلس، وفيما لا نرى أي تهديد من تركيا لوجود داعش هناك، نشهد تصريحات شبه يومية من الرئيس أردوغان تهدد الأكراد بأنهم لو عبروا النهر إلى جرابلس، أي لو أنهم قاموا بقتال داعش في جرابلس، فإنه سيتدخل عسكريا ضد الأكراد. فماذا علينا ان نفهم من ذلك نفهم ان مشكله اردوغان ليست مع داعش بل هو على العكس من ذلك يستخدم داعش كقوه ضد الاكراد وفعل ذلك سابقا مع النصره واحرار الشام كلها قام بدعمها من اجل وقف تقدم الاكراد على الارض لذا فانا لا اصدق ان اردوغان يريد منطقه امنه للسوريين وانما يريدها من اجل مضايقه الاكراد ومنع تقدمهم ونحن نقول ان هذه ايضا سياسه خطا تركيا اليوم تطرح نفسها زعيم للعالم السني وتقول بأنها تحارب إيران وتحارب أي مشاريع أخرى تضرب عمق هذا العالم وهي تصونه إلى أي مدى هذا صحيح برأيك؟ evet, evet. نعم هذا ما قلته بالضبط، هو لا يريدها من اجل السوريين وانما لوقف تقدم الاكراد هناك. اليوم الاجواء يعني حزب العداله والتنميه، اجواء اردوغان ومن حوله يقولون لك لا، المشكله ليست هذه انها حرب ضد او لي يعني لمجابهه الاكراد، ولا فقط لمجابهه داعش، انها حرب ضد تركيا. لقطع أوصال تركيا عن العالم العربي هل ترى بأن هذا صحيح؟ وبأن اليوم ما يجري هو صراع طائفي آه لمنع آه هذا النفوذ التركي أو قدرة تركيا على التحرك لمساندة أخوانها في الطائفة لمساندة العالم العربي حير يعني كلا هذا غير صحيح ربما تركيا تحاول تقديم نفسها على هذا النحو لكن هذا غير صحيح في الحقيقه صحيح ان الحكومه الحاليه تتبع سياسه اسلاميه سنيه لكنها ليست راعيه لكل السنه في العالم بل هي راعيه لتيار صغير ضيق من السنه هو تيار الاخوان المسلمين فقط ومن خلاله تحاول ان تكون قوه اقليميه ولو كان اردوغان حاميا للسنه في المنطقه فإن الأكراد في غالبيتهم من السنة، لكن أردوغان لا يمثلهم، لأن الأكراد السنة يرفضون نظام البيع الإخواني الذي يريده أردوغان. وعليه، فإن سياسته هذه تؤدي إلى تشظي وتقسيم المسلمين بدلاً من جمعهم وتوحيدهم. وأي قوة إقليمية تحاول استخدام المذهب والدين من أجل تأجيج الحرب أو من أجل مصالحها، تتحول سياستها هذه إلى خطر كبير على مستقبل المنطقة بأسرها، سواء السنة أو الشيعة. كما أن هناك غير المسلمين الذين يعيشون معنا في منطقتنا مثل المسيحيين واليهود والأيزيديين والأشوريين وفي أي نظام ديمقراطي فإن جميع هؤلاء سواء أمام القانون وأمام السياسة وعليه فإن سياسة حكومة العدالة والتنمية سياسة تفرق المسلمين ولا توحدهم إذا تقول أن الموضوع سياسي وليس ديني ولا طائفي بالتاكيد انها سياسه بالطبع يمكن لجميع الاحزاب ان تدافع عن الاسلام عن الثقافه الاسلاميه او طريقه الحياه الاسلاميه لكن من غير المقبول ان تستخدم الاسلام من اجل دعم سياستها واغراضها ومصالحها كل مواطن من حقه الدفاع عن دينه او الدعوه اليه وان يمارس دينه في المجتمع وكلنا نحترم ذلك، لكن ان نستخدم الاسلام كاداه لمصالحنا السياسيه فهذا امر غير مقبول ويسيء للاسلام قبل كل شيء. اريد ان افهم منك اليوم العلاقه الروسيه التركيه، تواجد القوات التركيه في العراق وكثير من الشؤون الشائكه ايضا تدخل في لب الشان الكردي كذلك، ولكن بعد فاصل لو سمحت سيد مرتاش، فاصل مشاهدينا نعود اليكم. لا أرى أي عملية قريبة ضد داعش تقوم بها تلك القوات الآن إسقاط الطائرة الروسية وإرسال القوات إلى الموصل محاولة من تركيا لكي تقول لمحور روسيا إيران أنا هنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا نتابع هذه الحلقة مع السيد صلاح الدين دمرتاج زعيم حزب الشعوب الديمقراطيه الكرديه المعارض طبعا في تركيا اهلا وسهلا بك من جديد سيد دمرتاج اريد بسرعه ان اجول اذا صح التعبير على علاقه تركيا ب البلدان العربيه والدوليه التي فيها حقيقه يعني علاقه شائكه اليوم اريد ان افهم وجهه نظركم اليوم بالعلاقه بين تركيا و سوريا. ما هو برأيك الحل المقبول المفيد الواقعي للازمه في سوريا الذي يمكن ان تكون تركيا جزء منه. حزبنا لم يدعم ابدا فرض حل من الخارج على المساله السوريه، سوريا دوله قديمه وحضاره كبيره والشعب السوري فيه تنوع، فهو ليس مكونا من دين واحد او عرق واحد. صحيح أن وضع سوريا قبل الثورة لم يكن ديمقراطياً، ولكن محاولة فرض نموذج للحل على السوريين من الخارج هو في الحقيقة تعقيد للأزمة وتعبير عن عدم الرغبة في حلها. أولاً على الدول الكبرى والإقليمية أن تسحب يدها من سوريا، ما يحدث اليوم على الأرض السورية هو حرب عالمية ثالثة بالوكالة على هذه الحرب ان تتوقف وقد كانت لدى تركيا فرصه سابقه من اجل وقف هذه الحرب لكنها لم تستغلها فنحن تجمعنا بسوريا حدود بريه طويله ولدينا مشتركات ثقافيه وتاريخيه كبيره بين شعبينا. اليوم موقف تركيا كما هو يفسر بوجهتي نظر، هناك من يقول ان بالنتيجه اردوغان كان صديق لمن طالب بالديمقراطية والتغيير في الشعب السوري. وهناك من يقول أن أردوغان تورط وورط سوريا بما هي. أنت ما هو حكمك على الطريقة التي تعامل فيها أردوغان مع سوريا؟ وهل هل خسر الكثير اليوم؟ طبعاً يعني سوريا سواشنا طرف olarak سوريا سواشنا طبعا فدخول الحرب في سوريا كطرف والتسبب في اتساع رقعه الحرب بسبب الاخطاء المتكرره في سياستها تجاه تلك الحرب افقد تركيا الفرصه والقدره على ان تكون لاعبا مؤسسا للسلام ولوقف تلك الحرب لو ان تركيا لم ترتكب تلك الاخطاء لكان بقدرتها اليوم ان تجمع اطراف النزاع على طاوله مفاوضات واحده لان ثقه الجميع بها كانت عاليه لكن دعم تركيا لطرف على حساب الاخر افقدها القدره على الوساطه كما انها دعمت عددا من التنظيمات المتطرفه والمسلحه لذا فان جزءا من الشعب السوري اليوم لا يثق بتركيا ولا باردوغان ولهم الحق في ذلك ولو ان تركيا تتراجع عن سياستها الحاليه في سوريا وهذا امر صعب ان يتحقق ولكن يجب ان تتوقف تركيا عن دعم تلك المجموعات الراديكاليه في سوريا وعلى تركيا أن تدعم جميع الطوائف والعرقيات في سوريا وأن تحترم خيارها وإرادتها ولا تتدخل في شؤونهم والأصح أن على جميع الدول ألا تتدخل في شأن السوريين لأن الأمر يتجاوز تركيا أنا لا أقول أن تركيا وحدها المخطئ في سوريا هذا ظلم كما قلت فهناك حرب عالميه تدار بالوكاله في سوريا ويجب ان تنتهي ولا يجب ان يكون قدر شعوب الشرق الاوسط ان نحارب بالوكاله دائما عن الكبار لان الشعب السوري اليوم هو من يدفع ثمن تلك الحرب بين القوى الكبرى فعلى جميع الدول احترام اراده الشعب السوري وعلينا تامين وقف فوري لاطلاق النار في سوريا وعلى الجميع وقف مد اطراف الصراع بالسلاح والضغط عليهم من اجل وقف اطلاق النار ومن ثم عقد مؤتمر موسع لا يستثني احدا من السوريين من اجل الوصول الى حل سلمي وان يكون هناك مراقبون لهذا الاجتماع منهم تركيا كضامن لتنفيذ الاتفاق واستثناء اي جزء من الشعب السوري سيعني استمرار القتال فلا يمكن استثناء النظام ولا السنة ولا الأكراد ولا التركمان عن هذا المؤتمر يجب أن يتفاوض جميع السوريين على حل بعيدا عن المنظمات الإرهابية وأن يرفضوا فرض حل عليهم من الخارج طب القوات التركية في العراق هل برأيك هذا الدخول هو واجب لصيان أمن تركيا أم لديه أهداف أخرى؟ Aslında bugün e, Türk askerinin Irakta Musul bölgesinde konuşlanması yeni bir durum değil وجود الجيش التركي بالقرب من الموصل ليس أمرا جديدا هناك اتفاقية تم توقيعها مع بغداد قبل نحو 15 عاما وقواتنا هناك منذ نحو 15 عاما ولكن ما حدث هو زيادة عدد تلك القوات وزيادة سلاحها مؤخرا خلال عملية تغيير المناوبة والمشكلة جاءت من هنا وانتشار الحديث بشأن وجود قوات التركية حول الموصل مع اقتراب موعد تحرير المدينة من داعش واحتمال ان تشارك تلك القوات التركيه في عمليه الموصل ازعج السلطات العراقيه في بغداد وارسال اي قوات الى دوله اخرى دون اذن يعد انتهاكا للسياده وقد يؤدي الى مشاكل او مواجهات عسكريه لذا فان على تركيا ان تحل هذا الامر من خلال القنوات الدبلوماسيه وعلى الحكومه ان تتجنب سياسه توتير العلاقات مع الجيران وخلق مشاكل جديده نعم على الجميع ان يتعاون من اجل دحر داعش من الموصل لكن ليس شرطا ان تقوم القوات التركيه بذلك مباشره يمكنها بدلا من ذلك ان تدعم قوات البشمرجه الكرديه هناك لكن لان حكومه العداله والتنميه لا تثق بالاكراد وخصوصا اولئك القريبين من حزب العمال الكردستاني فانها فضلت ارسال قواتها مباشره ولعل هناك سببا آخر لإرسال تلك القوات وهو قطع الطريق على المسلحين الأكراد الذين يذهبون من جبال قنديل العراقية للقتال في سوريا ودعم إخوتهم الأكراد هناك لأن هؤلاء يمرون بتلك المنطقة خلال سفرهم إلى سوريا لا يمكننا أن نفهم بوضوح سبب إرسال الحكومة تلك القوات إذا أنت ترى أنها موجهة ضد الكرد ضد كي تحديدا ضد حزب العمال الكردستاني أكثر مما هي مواجهة داعش. قد يتضح الأمر خلال الأيام القادمة، لكنني لا أرى أي عملية قريبة ضد داعش تقوم بها تلك القوات الآن. هل هي خطوة سياسية لاستفزاز أو مجابهة إيران؟ في الاساس نحن نعلم ان الحركات العسكريه على الارض تهدف لتحقيق نتائج سياسيه فاسقاط الطائره الروسيه وارسال القوات الى الموصل محاوله من تركيا لكي تقول لمحور روسيا ايران انا هنا لا يمكنكم فرض حل في العراق او سوريا في غيابي لا يمكنكم اخراجي خارج المعادله او الحسابات نحن نستطيع ان نقول ان هذه خطوات عسكريه موجهه لروسيا وايران تحدثت عن البي كي حزب العمال الكردستاني الوجود الكردي في تركيا الوجود الكردي في سوريا اقليم كردستان العراق كله مشكله يجب الحديث عنها وافضل من يتم الحديث عنها مع ديمرتاش الزعيم الكردي الذي يمثل حزبا يدعمه الاكراد بشكل اساسي هذا هو تحديدا سؤالي لك سيد دي مرتاش ولكن بعد الفاصل ما هي علاقتك بالبيكيكي الذي يعتبر حزبا إرهابيا محظورا بالنسبة لتركيا ولأمريكا كذلك بعد فاصل لو سمحت فاصل ونعود إليكم أغضبه تقدمنا في الانتخابات وأغضبه تقدم الأكراد في سوريا على الأرض كيف تصف أردوغان؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا هذا زعيم حزب الشعوب الديمقراطيه الكرديه طبعا هو المعارض التركي صلاح الدين ديمرتاش نحن نتحدث اليه اليوم في فرانكفورت صراحه برنامج بصراحه اتى الى هنا لسماع رايه في كثير من المواضيع المتعلقه بتركيا طبعا سيد مرتاش لدي كثير من الأسئلة من المشاهدين عندما يعني أعلنا عن وجودك معنا هناك من يسألك ما هو مصير اتفاق السلام بين أنقرة والأكراد؟ نحن دعمنا دائما مفاوضات السلام بين الحكومة وسيد أوجلان. وساعدنا وعملنا جاهدين من اجل انتقال حزب العمال الكردستاني من العمل المسلح الى العمل السياسي السلمي على الارض، لكن السيد اردوغان اكتشف ان هذه المفاوضات بدات تقوي وضع الاكراد، وبدات تحولهم الى طرف قوي في الشرق الاوسط، لذا قرر وقف تلك المفاوضات وقطعها، اغضبه تقدمنا في الانتخابات واغضبه تقدم الاكراد في سوريا على الارض، بينما نحن نقول دائما ان تقدم ونجاح الاكراد هو في مصلحه تركيا والاتراك. فالشعب الكردي لا يمثل تهديدا لتركيا لكن بسبب أيديولوجيا سيد أردوغان التي ترفض أن يكون الأكراد طرفا سياسيا قويا قام بقطع المفاوضات وعادت الحرب من جديد بين حزب العمال الكردستاني والجيش وانتشرت لتصل إلى المدن ونحن لا نريد ذلك ودعونا مرارا لاستئناف المفاوضات لكن سيد أردوغان يرفض ذلك أردوغان يتهمك بأنك الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، بصراحة ما هو موقفك من حزب العمال الكردستاني؟ نعم، صحيح السيد أردوغان يتهم حزبنا دائما بهذه التهمة، لكن لو كنا حقا ذراعا سياسيا لحزب العمال الكردستاني لما خجلنا من إعلان ذلك صراحة. نحن لسنا ذراعا سياسيا لكردستاني أو سواه. نحن تحالف سياسي مكون من عشرين حركه سياسيه وهذه الحركات ليست كرديه خالصه وانما تمثل كل شرائح الشعب صحيح ان نظرتنا لحزب العمال الكردستاني ليست كما تنظر الحكومه اليه نحن نعتبر حزب العمال الكردستاني حركه شعبيه مسلحه تقاتل من اجل الحريه في المنطقه ونريد لهذه الحركه ان تنهي حربها ضد تركيا ولاننا لا نريد ان نفكر مثل السيد اردوغان فانه دائما يتهمنا بالعماله لكردستاني ويقول باننا ارهابيون ويحرض الجميع ضدنا لكن كل هذه التهم باطله ولكن ليس فقط تركيا التي تظن بان حزب العمل الكردستاني هو ارهابي، يعني هو على لوائح الاوروبيه والامريكيه بسبب اعمال قام بها ضد مدنيين <applause> هذا امر لا يمكن ان يعنينا، اذ لا يوجد تعريف موحد للارهاب، حتى الامم المتحده مختلفه على تعريف الارهاب، لذلك فنحن لسنا معنيين بالمصطلحات التي تقرها الدول الكبرى بالقوه، نحن نحكم على الامور كما نراها نحن. هناك من يقول انكم انتم اجلتم محادثات السلام او محاولات اعطاء الحكم الذاتي للاكراد في تركيا حتى تتوضح الصورة الكردية بشكل عام في المنطقة حتى تصبح اقوى، حتى تكون اوراق التفاوض لديكم اقوى. هل هذا صحيح؟ لا نحن كنا دائما مع استئناف المفاوضات فورا ونحن كحزب نؤمن بانه لا يمكن حل المسالة بالسلاح او القتال وان القضيه الكرديه في تركيا يجب حلها على طاوله المفاوضات ولكن ايضا يجب ان نقول بان كل من يرى في زياده قوه الاكراد خطرا يتهدده فهو مخطئ فالأكراد شعبٌ أصيل من شعوب هذه المنطقة، وللأكراد حقوق في هذه المنطقة بقدر ما للفرس والعرب والأتراك، فلماذا يكون حصول الأكراد على حقوقهم المشروعة تهديداً للآخرين؟ اليوم هناك للعرب 22 دولة، ونحن لا نرى في أي منها تهديداً لنا. وعلى الفرس والعرب والأتراك أن لا يروا في حصول الأكراد على حقوقهم خطرا أو غضاضة نحن لا نريد التعدي على حقوق الغير نريد حقنا فقط ومصرون على أخذ حقوقنا في الشرق الأوسط بالتفاوض والحوار ديمرتاش يمثل الأكراد أم يمكن له أن يكون زعيم تركي؟ Sadece <applause> olarak نحن لا نمثل الأكراد فقط في حزبنا، حزبنا يمثل جميع الشعوب والقوميات في تركيا بشكل متساوٍ، هذه فلسفة حزبنا، ولكن أنا كردي وأدافع عن جميع حقوق الشعب الكردي، كما أدافع عن مطالب حزبي لجميع الشعوب والقوميات التي تعيش في تركيا، نحن نريد الديمقراطية للأكراد والأتراك والعرب وغيرهم، هناك نواب عرب في حزبي ونواب أرمنيون، كردي وتركي وأيزيدي. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها حزب بهذا التنوع البرلمان. نحن ندافع عن حقوق جميع الشعوب والقوميات في تركيا بشكل متساوٍ. سجلت تم خرق في الانتخابات الأولى قبل إعادة يعني إعادتها في الفترة الأخيرة. هناك كثير من الأسئلة عن تشكيل الحكومة. لماذا لم تستطع المعارضة تشكيل الحكومة؟ لماذا تراجعت أصواتكم؟ هل انفض عنكم من ليس هو كردي مئة بالمئة؟ في البرلمان هناك حزب الحركة القومية وهو حزب ذو توجهات قومية متطرفة عرقية تركية. وكان التفاهم بيننا او التعاون مستحيلا بكافه الاشكال لذا فشلت احزاب المعارضه في ان تتحد جميعها لتشكيل حكومه ائتلافيه في المقابل فان حزب العداله والتنميه رفض تشكيل اي حكومه ووضع العراقيل في سبيل ذلك وسعى من اليوم الاول لاعاده الانتخابات وسعى لتخويف الناخبين وترويعهم بل وتهديدهم من اجل التصويت له ونجح في ذلك حزب العداله والتنميه لجأ بشكل مفاجئ الى العنف وبقوه افزعت الشارع وهدد الناخبين في امنهم فاجبرهم علي التصويت له ليعود منفردا بالحكم هناك سؤال يقول لك كيف تصف اردوغان هو رجل لا يؤمن بالديمقراطية نشأ بعيدا عن ثقافة الديمقراطية لا يقبل تقاسم السلطة والقوة في إطار الحكم الديمقراطي متسلط ويستخدم قوته من أجل صناعة حكم ديكتاتوري صحيح أنه في السابق كان يروج لنفسه على أنه جاء من وسط الناس والشارع ومن حياة فقيرة لكنه الان لا يمثل تلك الطبقه ولا يمثل الديمقراطيه في تركيا منذ دخل السياسه وهو يسعى لمصلحته الخاصه من اجل ان يكون الحاكم بمفرده ونحن نرفض توجهاته السياسيه هذه قلت عنه لا يعني انا لا اعرف اذا بالتاكيد هذا تصريحك ولكن قراته على الاقل على لسانك في الصحف تقول عنه انه يسعى للخلافه الدينيه ماذا <applause> عنيت بهذا نعم قلت ذلك وما زلت عند رايي فهو يريد ان يكون خليفه للمسلمين لكن لا يمكنه فرض ذلك على تركيا محاوله هذه تزيد من التوتر في تركيا بل لعلها تفتح الباب امام حروب اقليميه في المنطقه اردوغان لا يتحدث عن الخلافه صراحه ويطالب علنا بنظام رئاسي، لكننا نعرف ان الرئاسة التي في باله ليست تلك التي تتوافق مع الديمقراطية، وانما رئاسة من نوع آخر أقرب إلى الدكتاتورية أو بتعريف الإسلام السياسي الذي يدعمه هي أقرب إلى الخلافة الدينية، ونعتقد أن هذا أمر خطير للغاية. كيف ترى التعامل التركي مع الشأن المصري؟ علاقتنا بالشرق الاوسط ليست جيده وهذا واضح مصر من اهم الدول في الشرق الاوسط ذات حضاره وثقافه نحن نتمنى لمصر الاستقرار لانها من الدول المهمه والقويه المؤثره في المنطقه طبعا علاقتنا الدبلوماسيه مقطوعه مع مصر للاسف وعلينا ان نعيدها باسرع وقت التعاون بين تركيا ومصر يمكن ان يسهل حل العديد من الخلافات في المنطقه يمكن ان تكون هناك خلافات بين البلدين وانتقادات لكن لا يجب ان يصل ذلك الى حد قطع العلاقات ونتمنى عوده العلاقات سريعا بين الدولتين على اساس من الثقه المتبادله زيد مرتاش الكل يتحدث اليوم عن زمن الاكراد اذا صح التعبير زمنهم في تركيا زمنهم في سوريا زمنهم ايضا في العراق هل ترى انه زمن الدوله الكرديه القوميه الحلم الكردي المنشود أم ترى أنه من الخطر الحديث عن تجمع كردي قومي في هذه الدول الأربعة؟ لا أعتقد أنه من حق الحديث باسم الأكراد الذين يعيشون في دول أخرى الأكراد في إيران وسوريا والعراق يقررون مستقبلهم ومصيرهم مع الشعوب التي يعيشون معها هناك وهذا قد يكون بالاستقلال التام أو الحكم الذاتي أو الفيدرالي لكن على كل الاحوال بات من الضروري الاعتراف بهويه سياسيه للاكراد نحن في حزبنا نريد الحكم ذاتي للاكراد وهذا موجود في برنامج حزبنا ولعل هذا يكون انفع للديمقراطيه في تركيا لكن الحديث عن دوله او دول كرديه مستقله في المنطقه هذا امر لا يضر ولا يسبب خطرا على احد فهذا حق الاكراد وهذا امر ستحقق خلال القرن المقبل قد لا يكون من خلال توحيد جميع الاكراد في دولة واحدة، ولكن لابد وان دولة كردية ستأخذ مكانها على الخريطة. هناك حكم فدرالي للأكراد في العراق وفي سوريا هناك أمر واقع على الأرض من عدة كانتونات يحكمها الاكراد. لا نعرف ما سيكون مستقبلها، لكن لا أتوقع أن يقبل الأكراد أن يكون لهم تمثيل في سوريا أقل مما هو عليه اليوم كأمر واقع. ولكن نتيجة مثلاً عندما تعرض أكراد سوريا في كوباني للهجوم كان في مئات المقاتلين الأكراد الذين جاءوا إن كان من تركيا أو من العراق للمساعدة بمعنى أنه هناك يعني بنية تحتية إذا صح التعبير لمثل هذه الدولة. يعني طبعا بالطبع الوعي القومي اليوم لدى الاكراد اقوى من اي وقت مضى، هناك طبعا مشاعر تجمع الاكراد في ايران وتركيا والعراق وسوريا، لكن هل يتحول هذا الى دوله كرديه متحده؟ لا اعرف هذا امر يصعب الحكم عليه خلال السنوات العشر القادمه، لكن كما قلت سيكون هناك مكان وموقع للاكراد في الشرق الاوسط، واتوقع من الجميع ان يعتاد ويحترم حقيقه وجود كردستان في الشرق الاوسط مستقبلا. herkesin alışması تعرضت لمحاوله اغتيال. لا شك ان ان الوضع الامني صعب حولك طبعا لديك حرص شديد ومن مرافقينك حرص شديد امنيا من يحاول اغتيال ديمرتاش يعني ليس صعبا ان نخمن من الافكار التي نحملها بالتاكيد تزعج البعض في تركيا وفي الشرق الاوسط نحن الحزب المعارض الاكثر ازعاجا للسلطه في تركيا لذا فان كل من يظن انه يريد حمايه حزب العداله والتنميه او يظن اننا خطر عليه يحاول ان ينال منا ويهاجمنا لا يمكنني ان اسمي جهه بعينها لكنني اعرف تلك العقليه التي تريد ان تنال مني واحاول اتخاذ التدابير اللازمه لحمايه نفسي. يبدو أنه واضحه بالنسبه لك بس هل لك ان تقول لي ابرز ثلاث متهمين بالترتيب من هم؟ داعش هددني بالاسم والاوساط المقربه من داعش في تركيا من جماعات جهاديه تراني هدفا مشروعا. كذلك حزب العداله والتنميه وقياداته طالما ذكروني بالاسم وحرضوا ضدي لذا فانني لا استغرب من زياده الاخطار والتهديدات من حولي لكن ذلك لا يقيفني شكرا لك على حضورك شكرا على وقتك